تهتم بلدية الزرقاء بأعمال الصيانة الدورية والمستمرة لتحسين مظهر المدينة الجمالي، وذلك من خلال سلسلة من الأعمال التي تقوم بها بشكل دوري. نتابع معنا تقرير التالي من الزرقاء. في خطوة من شأنها التخفيف من تراكم الأوساخ على الأرصفة في شوارع الزرقاء، تقوم بلدية الزرقاء بعملية تبليط الأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطية في مختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى دهان أرصفة الشوارع باللون الأسود والأصفر، وهو ما يعكس صورة جمالية للمدينة. تقوم بلدية الزرقاء بحملة من أجل تجميل مدينة الزرقاء. هذه الحملة تتضمن العديد من المحاور، لعل أهم محور هو إعادة تعبيد الشوارع وإعادة إنشاء الأرصفة، حيث أن هناك العديد من الأرصفة المكسرة والشوارع المهترئة والمحفرة، وقد رصدت البلدية لهذا المشروع 5 ملايين دينار أردني. دهان الأرصفة خطوة لاقت استحسان العديد من المواطنين، لما تعكسه من صورة حضارية للمدينة، إضافة إلى الحد من انتشار الأوساخ من خلال عملية التبليط وزراعة الأشجار المثمرة. كانت خطوة جيدة من بلدية الزرقاء، مشكور عليها، بس ما شملت جميع الأرصفة الموجودة داخل المحافظة. نتمنى على القائمين في الأعمال، على المسؤولين داخل بلدية الزرقاء، أنه يهتموا في وسط التجاري، لانه بتعرف يعني ناس كثير بتيجي من خارج المنطقه، في مثل كيف نهتموا في مناطق محدده هي مدخل المدينه فقط، وبعتقد شارع السعاده فقط لا غير. المشاريع التي تقوم بها البلديه في دهان الاطاريف وزراعه الاشجار مشاريع جيده، ولكن يجب ان تشمل كافه مناطق المدينه، لانها كافه مناطق المدينه خاصه سوق الوسط التجاري بحاجه الى مثل هذا الاهتمام. وبالرغم من ذلك، إلا أن مطالب المواطنين تتركز بأن يمتد هذا العمل إلى باقي أنحاء المحافظة، وأن لا يتم التركيز على الأماكن والمداخل الرئيسية، لكي تظهر مدينة الزرقاء بصورة مبهجة أمام كل من يرتادها. دانا الطهراوي لبرنامج منا وفينا.